بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعلنا منهم وخلق كل شيء في الوجود والصلاة والسلام على سيد الكونين والثقلين الذي هو شافع المشفع محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الذين ساعدوه في نشر هذا الدين الإسلامي الذين قال الله لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أحبة الأكارم إنني أحمد الله على أنه أتاني هذه الفرصة أن أتحدث إليكم في اللغة العربية التي هي لغة الإيمان ولغة الإسلام ولغة رسالة المحمدية. أيها الأحباب، قال الله تعالى في كتابه المنزل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى في حق يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في الدنيا قد يكون الوالد همه الرزق، قد يكون الشاب همه الزواج، قد يكون فلان همه العيال، لكن ماذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعل النبي لا يعرف النوم؟ إنه هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم إخراج الناس وإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. ربما الناس يسألون: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما؟ عرضت له بطحاء مكة ذهبا وفضة وهو مهموم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموم. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، اقتصوا القريش أثرهما حتى وصلوا على الغار، والخبر معروف، كانوا ينظرون هنا وهناك يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أبو بكر يخاف على لا على نفسه بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له: يا رسول الله، إن مت أنا فأنا رجل واحد، وإن مت أنت هلكت الأمة والدين. فلما قال أبو بكر ذلك، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم ابتسم: يا رسول الله، قال أبو بكر: في مثل هذا الموطن تبتسم؟ نعم، لأنه لا يبتسم في مثل هذا الموطن إلا الرجال، لا يبتسم في مواطن المحن إلا الرجال، لا يبتسم في مواطن الضيق إلا الرجال، لا يبتسم في مواطن الابتلاء إلا العظماء. ابتسم كما ابتسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونظر إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنان؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، أعلم أنك في ضيق شديد، لا تحزن، إن الله معنا، أعلم أنك تنتظر الرزق فلا تجد، لا تحزن، إن الله معنا، أعلم أنك تريد زواجا، لا تحزن، إن الله معنا. ابتسم كما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل يوما عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر ينامون على أسرة من ذهب ومن فضة وأنت تنام على الحصير؟ يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر ينامون على أسرة من ذهب ومن فضة وأنت تنام على الحصير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أو ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أو ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ لما وقف أحد الصالحين وقد ضاقت به الدنيا، قال له الناس: يا فلان، أترك باب الله. قال: ويحكم، وهل باب الله مغلق حتى أطرقه؟ باب الله لا يحتاج إلى طرق حتى يفتح،
باب الله مفتوح. لذلك أيها الأحباب لا تيأسوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. يعني تريد مالا أسجد، تريد زواجا أسجد، تريد حلا لمشاكلك الشخصية أسجد. كل مشاكلنا لا تحل إلا بالسجود. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة في المسجد يوما فقال له ما أجلسك في المسجد؟ يعني الآن ليس وقت الصلاة. قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون. حتى الصحابة كانوا مهمومين، لست وحدك. فقال النبي صلى الله